بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. الكلام الأكثر تداولا الآن هو الكلام بخصوص ضرورة إعمال العقل، وأنه يجب أن نأخذ التفسير وأراء بعض الأئمة والعلماء على علته، ويجب علينا أننا نجتهد ونفكر ونربط كلامهم دايما بالمنطق، وما ناخدش كلام أبعد ما يكون عن المنطق ونقول هو كده، هو ده الدين وده الإسلام وإذا كان عاجبكم. والحقيقة النصيحة يعني بإعمال العقل مش اختراع يعني منسوب لحد معين، ولا هي اكتشاف مثلا الأساتذة توصلوا له بعد تفكير عميق وكده، إنما ده أمر إلهي واضح، والإسلام نزل لنقرأ ونوسع مداركنا ونفهم، والقرآن نزل لنقتنع. القرآن الكريم طول الوقت بيكلمنا بالإقناع، ولو كان ربنا سبحانه وتعالى قصده أننا نمتثل للأوامر بدون تفكير فيها ما كانش يعني أنزل هذا القرآن المليء بكل أساليب الإقناع وكل الأمثلة وكل الاستشهادات بآيات يعني خلقه حتى نتفكر ونقتنع. يعني ربنا مش مضطر يقول لنا شوفوا السماء اللي اتخلقت من غير أعمدة، شوفوا النطفة والعلقة والمضغة بيتخلقوا ازاي وبيكونوا جنين، شوفوا النجوم والبحار، شوفوا البعوضة. سبحانه وتعالى لا يستحي أنه يضرب مثل بالبعوضة، لأنه الحقيقة إحنا اللي محتاجين المثل ده. ليه محتاجينه؟ عشان نفهم. يعني هو سبحانه وتعالى تنقل بالأمثلة من أول الجبال والأنهار والسماوات لغاية البعوضة لتقريب الصورة، وعشان يطمننا بكلام نفهمه وبحاجات ملموسة إحنا شايفينها قدام عينينا. كان ممكن الأوامر تنزل سادة كده بدون كل هذا الإقناع، صلوا وصوموا وعبدوني وفي جنة وفي نار، إنما لا، تأتي آيات القرآن الكريم بأمثلة وأساليب إقناع كثيرة، ويختمها المولى عز وجل دايما بأفلا يتدبرون وأفلا يعقلون وأفلا يتفكرون. فالحقيقة التفكير وإعمال العقل ده لا، ده شيء نازل مع الإسلام وملتصق به، وكل آيات مش حاجة جديدة، يعني دي مش حاجة جديدة الناس لسه بادئين يكلموا الناس فيها دلوقتي، وكل آيات القرآن الكريم يعني كلها محتاجة إعمال العقل عشان نفهمها ونستوعبها. وعشان كده المفسرون بقى جم واجتهدوا ودوروا في المعاجم والمعاني وفتشوا على المقاصد، يعني يا ترى ربنا كان يقصد ايه هنا. ولكن هل يقف تفسير القرآن الكريم عند كلام المفسرين فقط؟ يعني المفسر الفلاني قال الكلمة دي اقف عندها وخلاص، ام ان باب الاجتهاد في التفسير بيظل مفتوح الى ان تقوم القيامة؟ هل في حالة تفسير القرآن الكريم بمنظور أوسع وأشمل، هل ده يلغي كلام المفسرين اللي اجتهدوا قبل كده ووصلوا المعنى؟ يعني هم مثلا وصلوا المعنى له منطقه، حد تاني جه وسع التفسير ووصل لمعنى آخر، هل ده يلغي المعنى القديم؟ لا طبعا. طيب، كلمة التراث التي جاءت في القرآن الكريم في الآية الكريمة وتأكلون التراث أكلا لما، وذكر المفسرون إن هي دي الميراث المادي، في حين إن معنى التراث في معاجم اللغة العربية أشمل وأوسع من مجرد فكرة الأرض والأموال فقط، معناه الإرث أو الميراث، سواء كان بقى ميراث مادي أو ميراث ثقافي. قلنا الأولى هرتنا الموروثات الثقافية، الموروثات الثقافية من أول ما اتولدت وإحنا بنسمع كلمة الموروث الثقافي، يعني متربيين عليها في القناة الأولى والتانية. فمثلا توفيق الحكيم والعقاد ونجيب محفوظ ممكن يكونوا سابوا شويه فلوس في البنك، لكن يعني ميراثهم الاهم هو كتبهم وادبهم، تراثهم الثقافي هو الميراث الاهم اللي سابوه من بعده. طيب، هل يا ترى الفيصل هنا هو اننا نلتزم بتفسير واحد للايه الكريمه، ولا نعمل العقل ونفكر ان ممكن يكون ليها يعني تفسير اوسع واشمل لا يتعارض مع التفسير القديم ولا يتنافى معه وانما يعني يكمله؟ سؤال تاني، هل ينفع نستدل بالآيات في غير مواضعها اللي نزلت فيها؟ يعني دي آية نزلت تتحدث عن اليتيم وأكل مال اليتيم، هل أنا ممكن أخدها من سياقها وأستشهد بيها في موقف آخر ليس له علاقة باليتيم ولا لأ؟ ده سؤال عامل جدل واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، إحنا النهاردة إن شاء الله هنحاول نفهمه بالعقل وبهدوء وبدون صراخ ولا صوت عالي. ده أول سؤال. ثانيا، ابن تيمية الذي يصف الشيخ خالد الجندي بالتقي العلامة المجدد، وهو ده الوصف يعني المضاد تماما للسفاح أبو الإرهاب، دي هذه الصفة اللي لصقت به مؤخرا. بالعقل كده لماذا وصف ابن تيمية بصفات بهذا التضاد؟ يعني احنا كمشاهدين نفتح برنامج نلاقي ابن تيمية ابو الارهاب، ونفتح برنامج اخر نجد ان ابن تيمية العلامة المجدد التقي. طيب، ايه اللي يخلينا نتبنى وصف من الوصفين دول ونقتنع بيه؟
الحاجة الوحيدة اللي هتخلينا نقتنع بوصف واحد من الوصفين دول إنه حد يفهمنا بالعقل ويقول الحجج والدلائل بتاعته. فضيلة الشيخ خالد الجندي هيرد على أسئلتنا بخصوص النقطتين دول، ولو إنهم يعني ياخدوا حلقات وحلقات مش حلقة واحدة، إنما يا رب نلحق نغطي جزء كبير النهاردة مع فضيلة الشيخ خالد الجندي بعد فاصل قصير.